الكلية دي ماشي 6 يعني هيقول لي مثلا هنا 89 ويقول لي هنا 59. ال 59 minutes دي ودي ديجري تمام. ال 59 minutes مش مكملة 1 ديجري، عشان احنا قلنا احنا ال 1 ديجري ايكوال كام minute؟ 60 ايكوالز سكند ايكوالز ايكوالز 60 minutes تمام. فدول مش مكملين 1، فدي كده less than الايه؟ ال 90، يبقى نوعها ايه؟ تكت. انما انا لو لقيت 60 اشيلها واحط مكانها ايه؟ 1. يعني مثلا لو لقيتها كده 89 و60، فدي معناها ان هي كلها على بعضها كام؟ 90، فيبقى التايب بتاعها ايه؟ رايت. right angle. ماشي؟ لو انا لقيتها مثلا كده لقيتها بالشكل ده 179 وهنا 61، دي ديجري ودي مينتس. طب ناخد من دول 60 بس، يبقى دي 60 1، يبقى 1 ديجري 1 مينتس قصدي، و60 مينتس 179 ديجري، هتبقى دي 1 ديجري عادي، دي 1 مينت، ودي تبقى 1 ديجري ودي 179، فده معناه ان هما 180 ديجري 1 مينت. ده دي كده اكبر من ال 180، يعني اكبر من الستريت. اللي اكبر من الستريت اسمها ايه؟ ريفلكس اسمها ريفلكس. ريفلكس تمام. دي التايبس بتاعت الانجلز بتاعتي. بيجي يقول لي 3 كلمات بنستخدمهم عشان نقدر نحسب الايه؟ الانجل بتاعك. ايه هم؟ يجي يقول لي كده كلمة كومبلمنتس، كلمة كومبلمنت معناها كده ان السمشن بتاع التو انجلز ايكوال 90. يعني لو قال لي كده الاكس كومبلمنتس الواي، ده معناه ان الاكس بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 90. نعم. ماشي. عندي كلمة بعدها اسمها كده سبلمنت، دي معناها ان السمشن بتاعهم بكام؟ 180. فلما يقول لي كده x supplements y، يبقى هنا ال x plus ال y equal كام؟ equal 100. ماشي. الكلمة الثالثة كلمة reflex، كلمة reflex الريفلكس دي انا لو عندي اي انجل، يعني كده الانجل اهي والانجل الثانيه، عايز يقول لي ان الانجل دي الريفلكس دي والثانيه الريفلكس بتاعتها دي السمشن بتاعهم الاثنين بكام؟ ب 360. فلو دي مثلا ب 240 تبقى دي ب 120، يبقى لازم كلهم يبقوا بكام؟ ب 360. ماشي. فهو بيجي يقول لي مثلا هنا الاكيوت، مثلا الاكيوت انجل ماشي، بت هنا كومبلمنت انجل نوعها ايه؟ طب ما احنا ما نعرفش الرقم بكام، بس احنا ممكن ناخد دي كده اكيد، نكتب احنا اي رقم اكيد 50 مثلا، عشان كلمة كومبلمنت معناه ان هم لازم يبقوا كام؟ 90. فاللي هيطلع هنا يبقى لازم يكون كام؟
90 ماينس ال 50 يطلع 40. ال 40 ال 40 دي نوعها ايه؟ نكتب له هنا كده اكتب. هو عايزني اكتب الكلمه دي. طب تاني مثلا، لو انا هنا قلت الاكيوت، الاكيوت انجل مالها؟ بتسبلمنتس بتسبلمنتس ايه؟ نقط انجل. انجل نوعها ايه؟ طيب كلمة اكيوت احنا بنفرض لها رقم في دماغنا كده، نقول مثلا 50. كلمة سبلمنتس معناها ايه؟ معناها 180. يبقى اللي باقي كام؟ 130. ال 130 دي نوعها ايه؟ اوبتس. يبقى نكتب هنا اوبتس. مفهوم؟ تمام يا مفهوم يا مستر، شباب؟ طيب تمام يا مستر. ساعات تيجي يقول لي كده two congruent angles are supplemental. يقول لي كده then measure of each، الواحدة منهم بكام؟ احنا لازم نفصص الكلام كده. تو كونجرنت، كونجرنت يعني الاثنين قد بعض، يعني لو واحدة بإكس تبقى الثانية كمان اسمها إيه؟ إكس، يعني إكس بلس إكس. نبص هنا كلمة سبلمنتري معناها إيه؟ معناها 180. فده معناه إيه؟ فده معناه إن 2 إكس بس ب 180. فده معناه ان الاكس الواحده بكام؟ 180 ديفايد 2. تديني كام؟ تديني 90. تديني 90. يبقى لما يقول لي كده two congruent angles are supplementary then measure of each، واحده منهم بس بكام؟ هنقول 180 ديفايد 2. ماشي يا شباب؟ نعم يبقى هو انا دايما تمام. لازم وانا بقرا السؤال لازم احدد الحاجات اللي هو بيقولها عشان تساعدني في الحل. يعني هنا تو كونجرنت يبقى الاثنين قد بعض، يبقى اكس واكس، ممكن اسميها واي واي، اي واي، بي وبي، سي وسي مثلا، اي حاجه، اي حرفين يعني. وكلمه سبلمنتري معناها ان السمشن بتاعهم 180، يبقى انا بعمل لهم بلس واشوف الناتج بتاعي هيطلع لي كده. هو ممكن يجي يقول لي كده، يقول لي هنا 2 ممكن يقول لي برضه 2 congruent angles، ويقول لي كده are complementary. فده معناه ايه؟ هما congruent يبقى الاثنين قد بعض، يعني نسميها مثلا واحدة اسمها A وواحدة اسمها A. إيكوال كلمة complementary دي معناها إن هما الاتنين ب 90، تبقى ال 2A إيكوال 90، تبقى ال A الواحدة بكام؟ ب 45، تبقى دي كده ال A. طيب ممكن يجي يقول لي كده الميجر بتاعت ال A equal 70، ماشي؟ ويجي يقول لي كده عايز الريفلكس بتاعت ال A. أول ما أشوف كلمة ريفلكس يبقى هقول له كده 360 minus 70 هتديني 208. ده كلمة ريفلكس معناها ان انا بعمل ماينس من كام؟ من 360. بيجي بعد كده يديني ستريت لاين كده ماشي، ويقول لي مثلا دي ب 70، تبقى الانجل الثانية دي بكام؟ دول ستريت لاين،
وانا عندي الستريت لاين ايكوال 180، يبقى ال 180 ماينس ال 70 تديني 100 كم؟ 102. طيب طب ساعات يجيبها لي كده ويديني دي كده، يقول لي ده كده اسمه بايسكتور. بايسكتور يعني ايه؟ يعني بيديفايد الانجل لتو انجلز قد بعض، يعني بيخليها اتنين قد بعض. فلو مثلا دي اسمها A ودي اسمها B ودي اسمها C ودي اسمها D، فده معناه ان الميجر بتاع A B C ايكوال الميجر بتاع السي بي دي، ان دي ودي قد بعض، طالما هو قايل لي ان البي سي ماله بايسكتور. مفهوم؟ نعم. طيب شايفين دي كده بس ستريت لاين قسمتهم كده، شايفين دي ودي كده، دول كده بنقول عليهم كلمة adjacent. adjacent يعني ايه؟ adjacent يعني الاثنين متجاورتين، يعني الاثنين جنب بعض، جيران يعني، يعني الانجل دي والانجل دي جنب بعض، هما الاثنين جنب بعض. ماشي؟ فساعات يجي يقول لي كده two adjacent angles are complementary. ماشي، يقول لي then their outer sides. ماشي، ونقول له are not. هنا انا لازم اترجم السؤال لماس، اقلب الكلام ده الماس. Two adjacent angles، يبقى احنا عندنا في two angles، مالهم بقى؟ complementary. كلمة complementary دي معناها ان هم بكام؟ بكام يا شباب؟ ماينش هاي 9. فده معناه ان هم عاملين كده right angle كده، بس دي كده انجل واحدة، هم بيقول لي هم two بقى، يبقى هم اتنين، تبقى دي ودي. بيقول لي بقى their outer sides، يعني ايه؟ يعني الضلعين اللي بره، السايدز اللي بره اللي هو ده وده، ار نقط بقى، ما هي دي كده ب 90، فدي معناها ايه؟ perpendicular. يبقى دي علامة perpendicular، يبقى their outer sides are ايه؟ perpendicular. ده ممكن يخلي لي نفس السؤال، نفس السؤال اهو، بس هنغير كلمة واحدة. ماشي، هنغير دي، هنشيل دي كده ونحط مكانها هنا كلمة ايه؟ supplementary. كلمة supplementary معناها ان السمشن بتاعهم بكام؟ 180 180، يبقى هنخليها ستريت لاين بالشكل ده. طيب الستريت لاين ده هو 180، هو عبارة عن تو انجلز، دي ودي. طيب بيقول لي بقى زير اوتر سايدز، اللي بره ده واللي بره ده، مالهم؟ ار اون ذا سيم، اون ذا سيم ستريت. مستر، واحنا امتى بنقول on the same side، او احنا ممكن نقول the same side؟ On the same side. انت سؤالك بيقول ايه؟ بتقول معلش؟ احنا ممكن نقول on the same side، On the same straight line. the same straight line. اوكي. عشان straight line معناها ان هم supplementary، عشان هي معناها ان دول كده ب 180، عشان احنا عارفين ان دي كلها ب 180، هم اتنين بقى، يبقى On the same straight line. لا مستر، طب ساعات يعكسها يقول لي two adjacent angles
are on the same straight line then they are، هقول له supplementary. ممكن يجي يقول لي two adjacent angles are their outer sides are perpendicular then the two angles are، فاحنا نقول له ايه؟ complementary. يبقى احنا بنعمل الحاجة او عكسها. بيجي بعد كده يقول لي summation of الاكيوميوليتيف انجلز. عايز تقول ايه يا عبد الله؟ يا مستر، بس ممكن تعدي الشرح الحتة اللي فاتت؟ الحته اللي انا ما كتبتهاش. لا، السبلمنت والكومبلمنت عكس بعض. دي لا يا مستر، في نقطة بعد الجيسنت حضرتك قلتها، اللي هو كومبلمنت تبقى عكسها. يعني هو لما يقول لك كده ان هم كومبلمنت، لا هو مش هيقول لك ان هم كومبلمنت، هم هيقول لك ان السايدز دول، السايد ده والسايد ده بيربنديكولار، ماشي، الانجل دي والانجل دي، يقول لك ان السايد ده والسايد ده بيربنديكولار، يبقى التو انجلز مالهم كومبلمنت، ماشي. انما لما يقول لك السايدز اون ذا سيم ستريت لاين، يعني التو انجلز اهو والاوتر سايدز دول كده، اللي هو ده وده اون ذا سيم ستريت لاين، يبقى التو انجلز مالهم عاملين 180، يبقى هنقول له ايه؟ سبلمنت، عشان دي معنى كلمه ايه؟ 180. كلمه بيربنديكولار معناها 90، فدي معناها ايه؟ كومبلمنت. كلمة straight line معناها 180، كلمة 180 معناها ايه؟ supplement. بس مفهوم يا عبد الله؟ طبعا. بيقول لك هنا summation of the accumulative angles at one point equal كام؟ 360. يعني لو انت عندك بوينت كده 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 كلهم خارجين من نفس البوينت وكلهم انجلز كده، السمشن بتاعهم كلهم بكام؟ ب 360، ماشي. تمام. بص، هو طب لو انت عندك تريانجل كده الانتيريور انجلز بتاعته اللي هي دي ودي ودي، السمشن بتاعهم بكام؟ 180، تمام. طيب لما يجي يديك تو ستريت لاينز يقول لك ده اي بي وده سي دي، ماشي، وهما الانترسكشن بتاعهم في الام، فلما يجي يقول لك الاي بي انترسكت مع السي دي يديك البوينت ام، فانت لازم تستنتج ان الانجل دي قد دي والانجل دي قد دي، اللي هي اسمها ايه؟ اسمها vertically opposite angle. يبقى vertically opposite angles، يبقى الزاوية دي الانجل دي والانجل دي قد بعض والانجل دي والانجل دي قد بعض. يعني لو دي ب 60 تبقى دي ب 60، يبقى دي ب 120 تبقى دي ب 100، مفهوم؟ دي كده اسمها vertically opposite angles. تمام. لما يجي يديني بايسكتور كده يقول لي ب 60 ويديني دي كده يقول لي دي متقسمة 3 قد بعض، يبقى الإكس الواحدة بكام؟ هنقول له الستريت لاين كله ب 180 ماينس ال 60 يديني كام؟ يديني 120. دي كلها كده ب 120. طب هي إكس وإكس وإكس، هما 3 إكس 3 إكس 120، بس 3 اكس ب 120 تبقى الاكس بكام؟ من فورت يبقى الواحدة من دول، ماشي. هيجي بعد كده يقول لي ايه؟ يقول لي two angles are congruent if they are equal in measure.
يعني الانجل دي والانجل دي امتى نقول ان هما كونجرنت؟ لما يكونوا الاثنين قد بعض بالظبط، يعني دي ب 150 ودي ب 150، لازم الاثنين يكونوا زي بعض. ايكوال ان ايه؟ ميجر، هنقول له كده ايكوال ان ميجر، يبقى يقول لي two angles are congruent if they are equal in measure. يديني هنا line segment وline segment تانية، دي اسمها AB ودي اسمها CD، ويقول لي دول congruent امتى؟ لو هما are equal in، بس هنا مش measure بقى، هنا in length. يبقى two line segments are congruent if they are equal in length. تمام. عندي الكونجروينسي، لو انا عندي كوادريلاترال بالشكل ده وكوادريلاترال تاني زي الاثنين دول، امتى يكونوا كونجرا؟ لازم تكون ال corresponding angles قد بعض، يعني دي تبقى قد دي ودي تبقى قد دي ودي تبقى قد دي ودي كده تبقى قد دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان السايدز ال corresponding sides يبقى قد بعض، دي قد دي ودي قد دي ودي قد دي ودي قد دي. لازم السايدز كلها تكون قد بعض والانجلز كلها تكون قد بعض، بس لازم الكورسبوندنج يعني اللي قصاد بعض هم اللي يكونوا قد بعض. تمام. بعد كده بيجي يكلمني عن الكيسز بتاعت الكونجروينسي بتاعت بس في هنا انتوا كلمه كلكم بتنسوها، يعني ايه كلمه بريمتر؟ يعني لو مديني ده كده لو هو عايز البريمتر بتاع الفيجر، يعني ايه كلمة بريمتر؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ مستر السم بتاع السايد الصم بتاع السايز. البريمتر يعني من بره كده، بنحسب من بره كده، ده وده وده وده. بالعربي يعني المحيط، يعني انتوا لو عندكم بيت والبيت ده حواليه سور، السور ده هو اللي بيحوط حوالين البيت فبيبقى اسمه المحيط. المحيط ده معناه البريمتر، البريمتر من بره. هنقول له كده 6 بلس 5 بلس 8 بلس 7 تديني كام؟ تديني 26، ونقول له مثلا. بعد كده بيجي يقول لي الكيسز بتاعت الكونجرونسي بتاعت اي تريانجل. Two triangles are congruent. الكيس الاولى لو احنا هنقول 3 sides، يبقى كده يقول لي ان ده قد ده وان ده قد ده واللي في النص ده ماله، يبقى الاس اس اس، يبقى two triangles are congruent if three sides are congruent with their corresponding sides in the other triangle. يبقى الاس معلش اس بس ممكن أعد الحل تاني؟ امتى يبقى ال two triangles congruent؟ لما يبقى في اول كيس 3 sides و 3 sides، السايد ده قد ده وده قد ده والسايد اللي في النص ده كله، يبقى هنا 3 sides equal with their corresponding at the other equal in length. الكيس اللي بعدها اللي هي اس اس، بمعنى ان السايد ده قد ده وان السايد ده قد ده وان الانجل دي قد الانجل دي، فيبقوا هما الاثنين مالهم كونجر. الكيس دي اسمها ايه؟ اسمها اس اي اس، يبقى سايد وسايد والانكلودد انجل ما بينهم، الانكلودد يعني اللي ما بينهم اللي هي دي الانجل دي.
ودي كده ودي كده والانكلودد ما بين، عشان دي ايكوال دي ايكوال بي او اي، مفهوم؟ من يبقى الكيس الثانيه اسمها اس اس. الكيس الثالثه اسمها اي اس اي، بمعنى ان الانجل دي قد دي والانجل دي قد دي واللي ما بينهم ده كوب، هتبقى انكلودد سايد. يبقى دي اسمها ايه؟ اي اس اي، تو انجلز ماشي، والسايد هو اللي في النص، السايد هو اللي شايلهم، هو الانكلودد، مفهوم؟ تمام. نعم. اللي بعده، الكيس اللي بعدها، ان الاثنين دول يكونوا رايت انجل تريانجلز، دي رايت ب 90 ودي رايت زيها ب 90، وان الهايبوتنس قد الهايبوتنس، وان السايد ده كومون مثلا، اللي في النص ده كومون، فدي اسمها الار اللي هو الرايت انجل، والاتش اللي هو الهايبوتنس، والسايد اللي هو اللي في النص ما بينهم الكومون سايد، يبقى دي اسمها ار اتش اس. عايز تقول حاجه يا عبد الله؟ ايوه يا مستر، انا ازاي افرق من ال ASS وال RA وال SSS ونفس نفس الشكل؟ هو الجيفنج هو اللي بيختلف، وهم كلهم ممكن يكونوا نفس الشكل، بس هو اللي هو بيقوله لك بيقول لك انهي قد انهي، هي دي اللي بتختلف. ماشي، اللي بعده لما يجي يقول لك كده، عندك الستريت لاين ده والستريت لاين ده، ده L1 وده L2، والاثنين دول بارلل، ده معناه ان L1 انترسكشن ال L2 مش هيديك حاجة اللي هي اسمها ايه؟ فار. يبقى طالما مفيش انترسكشن يبقى ال L1 بارلل مع الايه؟ مع ال L2. ماشي؟ اللي بعده هيجي يقول لك بقى، لو انت عندك ستريت لاين كده وستريت لاين كده، وجي بقى في ترانسفيرسال كده، والستريت لاين ده والستريت لاين ده بارالل، تبقى الانجل دي والانجل دي سبلمنتري، يعني بكام؟ 180. دول كده اسمهم انتريور انجل. الانتريور انجلز دول مالهم؟ 180. كلمة 180 بتترجم في الماس يعني ايه؟ يعني سبلمنتري. ماشي؟ ده لما يبقوا عاملين حرف يو كده او كده او كده او كده ايا كان. اللي بعده عندك ستريت لاين كده، ستريت لاين تاني كده، وجينا قطعنا في النص ما بينهم كده، الترانسفيرسال اللي في النص ده عامل لتر زد، تبقى الانجل دي والانجل دي قد بعض، دول اسمهم ايه؟ اسمهم الترنيتيف انجلز. مش عارف الالترنيتيف اسمه alternate. الترنيت او الترنيتيف انجلز، ماشي، ده معناه ان هما الاثنين ايكوال ان ايه؟ المشر، هما الاثنين قد بعض. اللي بعدها لما يبقى عندك ستريت لاين كده وستريت لاين كده والترانسفيرسال جه كده عاملين حرف اف، ده معناه ان الانجل دي والانجل دي ايكوال، يبقى لما يبقى ده بارلل مع ده يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي، دول اسمهم ايه؟ كورسبوندنج. دول كده اسمهم corresponding angles، وهما الاثنين برضو equal image. تمام؟ بيجي بعد كده